تعالى اقول لكم دورة التنظيف العميق للغسالة بتاعتنا. المفروض الدورة دي تتعمل كل شهر، ولكن لو انتي ما عندكيش اطفال زي حالاتي ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، هتحتاج ان انت تعمليها كل شهرين. اول حاجة في دورة التنظيف العميق ده ان احنا نمسح الغسالة بتاعتنا كويس جدا، وكمان نغسل الدرج بتاع المسحوق بتاعنا، واهم حاجة ان احنا نفتح الفلاتر دي. المفروض نشيل الفلاتر دي بعد كل غسلة، انا سبتها بعد غسلتين او ثلاثة علشان يبقى فيه بواقي في الفلتر كده وتشوفوه. نغسله كويس جدا ونسيبه ينشف. بعد كده نمسح مكان الفلتر ده كويس لان بيبقى فيه بواقي وترسبات صغيرة، نرجع نركبهم مكانهم. وهنحتاج للخل، الخل معقم كويس جدا جدا جدا، وهنبدأ نحط في الفتحة بتاعه الكلور والمعطر، وهنكب بقية الإزازة في الغسالة. أنا عندي في البرامج بتاعة الغسالة حاجة اسمها تنظيف الحوض. طيب لو مش عندك هتملي الغسالة بتاعتك على أعلى مستوى مية وتعمل لها نظام نقع. أنا الدورة دي الغسالة بتاعتي بتاخد فيها ساعتين وبس كده.